السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المميزون في كل مكان. النجاح هو طريق تملأه العقبات والعوائق، فيجب على الشخص المميز الذي يمتلك الإرادة القوية وروح المغامرة والجرأة أن يقوم بشق طريقه حتى يصل إلى بر الأمل، حيث النجاح وتحقيق الذات والاستمتاع بطعم الفوز في نهاية كل عمل ناجح. خطوات بسيطة لتصبح شخصا ناجحا. هناك خطوات عديدة يجب اتخاذها والالتزام بها لكي يرتقي الشخص ويصل إلى قمة النجاح حيث الراحة، وهي كالتالي: ابدأ بداية بسيطة، نفذ أفكارك ولكن بطريقة معقولة، بأن تبدأ مثلا برأس مال قليل وتضع احتمالات النجاح أو الفشل، وبالتالي لن تخسر الكثير من الجهد ولا المال، وتعتبرها درسا لتتعلم منه في المرات القادمة. حدد أهدافك الأولى وتتبع تقدمها يوميا، وحاول أن تفكر وأن تتبادل الأفكار بقراءة الكتب والمجلات والصحف، مما يساعد على تحفيز تفكيرك. ركز على العادات اليومية. عندما تركز النظر على شيء أو عادة معينة تقوم بها دائما ولا تستغني عنها، حاول أن تفعل ذلك أيضا مع أهدافك التي تود تحقيقها، وكلما زاد التركيز زادت نسبة النجاح. ركز النظر على أهدافك. تحتاج الأهداف عناية وانتباه دائما وإعادة النظر والتفكير العميق على أمل بأن تتحقق جميعها. لذلك حاول أن تحيط نفسك بعدد من التذكيرات تنجز أكبر قدر ممكن منها. اجعل أهدافك متناسقة. لا تستهن بأهدافك مهما كانت صغيرة، فعلى الرغم من صغرها فإنها بحاجة إلى طاقة كبيرة وتفكير عميق أكثر مما تتصور لكي تنفذ بالصورة الصحيحة. لا تتوقف أبدا عن التعلم. يمكنك التعلم دائما من جميع أساليب الحياة، لذلك ساعد نفسك دائما على التعلم كي تحقق الأفضل. اخرج من الانعزال، اسمح لنفسك بتلقي المساعدة من الآخرين وأن تحصل على الدعم والمعلومات والتشجيع من ذوي الخبرة، وتقبل التشجيع والمشورة. تقبل الانتكاسات، تقبل الخطأ وحاول أن تعتبره أمرا إيجابيا ليعطيك فرصة للتعديل. كن واثقا من خطتك. كن واثقا بأنك بالمثابرة ستصل إلى ما تريد من أهداف وستحققها مهما تعرضت لعقبات أو أخطاء. استمتع، استمتع بالعمل والتفكير، واعتبر نفسك في مغامرات تحاول أن تكسبها وستحصل على نتائج أفضل. الكثير من الأشخاص يطمحون لتحقيق النجاح، لكن النجاح يحتاج إلى العزيمة وبعض الأفكار وتحديد الأهداف.